ثورة تشرين شنو رأيك بها؟ ثورة تشرين أنا عندي بها رأيين. الرأي الأول، الثورة اللي طلعنا ببدايتها وإذا تتذكر حضرتك يمكن كانت الشرارة الأولى اللي طلعت من الثورة هي صوت مهدي العبودي. أول شرارة انطلقت، قصدك أول واحد أنشد للثورة؟ بالضبط. أول قصيدة اللي صدرت انشودت الثورة، نعم، بالاشتراك مع الشاعر الكبير سمير صبيح. نزلناها أصلاً قبل الثورة، يعني قبل بداية المظاهرات بأيام، حتى كانت أنه ذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام، فقبل هاي المدة أنه نزلناها، نعم، وكانت هي الشرارة الأولى. فكنا داعمين بشكل مباشر، عن نفسي أحكي، كنا داعم بشكل مباشر للمظاهرات. كان أصلاً في يعني فدواجب يومي من حياتنا أنه لازم يومياً نكون متواجدين بالتحرير. زين، ليش تقول بصفة الماضي؟ كان 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 لأنه بالآونة الأخيرة أنا عن نفسي في قرار شخصي، أنا أعتبر الثورة تجيرت وتسيرت إلى غير، أخذت غير منحة، مو المنحة اللي طلعنا من أجله. يعني شنو المنحة اللي تجيرت له؟ يعني حسنا الموضوع صار متاجرة، صرنا نشوف بعيوننا أنه يستلمون فلوس. من دخلت فيها المادة خرب كل شيء، راح المحتوى المضمون الحقيقي. هو هسه بعد ماكو، يعني بغداد مثلا ماكو، اكو بالجنوب. هل انت تتهم مظاهرات الجنوب انها مسيره؟ انا احكي بشكل عام، انا ما اتهم مظاهرات الجنوب او بغداد او غيرها وغيرها، هي كلها واحده. مو اليوم بغداد ماكو مظاهرات وان تكون، بالتالي الهدف والشرار انطلق في بغداد. هذا اللي صار. يعني انا اليوم قلت لك كموقف من عندهم، اليوم اذا تسالني انه ادخل المظاهرات، لا ما ادخل. تشترك ويا التشرينيين؟ لا ما اشترك. زين، واكو ناس عليهم مثلا، اكو ناس تقول هي الاحزاب سوت هاي اللي تحكي عليها، هي الاحزاب بيناتهم سووا ناس انطوا صوره مو حلوه على المظاهرات. يعني لربما، بس هذا خو مو مبرر انه انا اجي اصلب طفل بالوثبه، ولا اجي ممكن اسوي فد عمليات. بس هذول لا تحسبهم على المتظاهرين، هذول ناس دخلاء على المظاهرات. بالمقابل انه احسب الناس اللي على المطعم التركي مثلا، اللي شفناه انا شفت بعيوني، يعني مو واحد نقل لي او فلان شفت، يعني فد حالات خزح من سولف فيها قدام الناس، يعني قدام الشاشه. اي بس هذا ما ينحسبون على ملايين الناس اللي طلعت، انت قاعد تاخذ السلبي من السلبي. انا ما اخذ السلبي، مو انا قلت لك بالايجابي، انا اول واحد كنت موجود. احنا بال 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 بالجانب الايجابي، احنا متظاهرين. زين، كل احنا اهل الثوره، كل احنا ذائرين، كنا ثوار. زين، انت اليوم مواطن عراقي، شنو الحل؟ احنا ناس تريد حقها، شنو الحل؟ شنو يسوي؟ هي هم مشكله ثانيه، لانه السياسيين انا لا هم اقدر ازكيهم واقول عنهم خوش اوادم، هم ناس فاسدين حراميه. ولا المتظاهرين قدروا يصمدون على وضعهم وعلى موقفهم ويحافظون على سلميتهم حتى نقدر انه نبقى وياهم منضمين وياهم لاخر لحظه. هم اخترقوهم. أنا أشوف ناس استلموا، يعني أنا سولف لك فتسالفة بدون ذكر أسماء، أنه واحد من أبرز الناشطين بالتحرير كان، أنا لازم ألزم يد، إذا اقتضت الضرورة أنطق باسمه وسولف كل التفاصيل بالعلن، وعندي كل الإثباتات والدلائل عليه، بس لحفظ كرامته ولحفظ لزمت، ما يوجه ما راح أسولف. أنا شو أقول؟ هذا اللي لزمته أنه مستلم أجور ومستلم اموال، والاموال قلت له عن طريق من تحول ومن اي دوله تستلم وايش قد قاعد تستلم، وقلت له كافي، لانه تليفونك وفيسك وواتسابك و و و كلك مراقب. انا جتني معلومات عنه انه جابت هذا شخص بلغنا اياه، قلت له كافي، قلت له صحيح قاعد تستلم؟ ليش تستلم من اي دوله؟ من عمان. مقابل شنو؟ هسه هو يخو المقابلات والاندفاعات مو خو يعرفونه كل زين، يعني احنا انا اسولف لك عن نفسي. انا من ضجت او انسحبت من المظاهرات مثلا بسبب هاي التدخلات الخارجيه اللي صارت، والا انا قاعد مثلا بالبيت، انا اذا خليك افتح لك الانستغرام مالتي وشوف العروض والمغريات اللي مقدمه الي، يعني يعجز راسك من عندها قسما بذات الله. المغريات اشكال لا تعد ولا تحصى على كل المستويات والاصعده. زين، في سبيل انه شنو؟ ها لا تقرا لفلان، اقرا لفلان، ها يا بالموضوع ترى مو انت فاهمين غلط. شلون تعرف ترضي كل الاطراف؟ احنا طلعنا شلون؟ شلون تعرف ترضي كل الاطراف؟ مستحيل، هذا الموضوع مستحيل، لازم اكون زعلان عليك. كل الاطراف مستحيل.